يقول السائل: قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السؤال: هل يجوز إعطاء الفدية بعدد الأيام لمسكين واحد أو هل يجوز إعطاء الفدية بعدد الأيام لمسكين واحد أو تعطى لمساكين على حسب عدد الأيام؟ تعطى لواحد لا بس، أن تجمع فدية الشهر كلها وتدفع لمسكين واحد، ما في مانع، يجوز لمسكين واحد ويجوز لعدة مساكين، لا بأس بذلك. نعم.